امبارح أعلن صندوق مكافحة الإدمان عن فتح باب التطوع لشباب الجامعات والخريجين، وده في إطار حرص الصندوق على استمرار طاقات الشباب واستثمارها وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي في المجتمع. مش بس كده، كمان العمل على زيادة القدرات المعرفية والمهارية الخاصة بالشباب للابتعاد عن المخدرات والتعرف على المخاطر الخاصة بها وإزاي يتم الإقلاع عنها إذا ما لا قدر الله يعني تم اعتياد هذا الأمر من قبل أحد العناصر الشبابية. الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان، بنصبح على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين الكرام. صباح النور. خلينا نتعرف في البداية على فكرة التطوع وإزاي الشباب يقدر يكلم شباب زيه. خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا يعني من ضمن محاور عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي من أهم المحاور اللي بيشتغل عليها الصندوق الحقيقة البرامج الوقائية، واللي بتعتمد بشكل كبير على المتطوعين من الشباب، هم اللي بينفذوا البرامج التوعوية المتكاملة لتوعية شبابنا بأضرار التعاطي المواد المخدرة. احنا يمكن في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي احنا عندنا 33 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية. احنا بنستثمر طاقات الشباب في العمل التطوعي، بنرفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة، كمان بنرفع كمان الحقيقة، وبيتم إعدادهم ككوادر تطوعية، هم اللي بيشاركوا وبيعدوا كمان الخطط والبرامج التوعوية اللي بيضعها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتوعية يعني أقرانهم وزمان من الشباب. احنا يمكن احنا الحقيقة فيما يتعلق بالأنشطة التوعوية، احنا يمكن الحقيقة عندنا تكليفات من القيادة السياسية ان احنا ننفذ برامج توعوية متكاملة لأهالينا في المناطق المطورة زي الأسمرات، زي مشاير الخير المحروسة، واللي بينفذ أيضا البرامج التوعوية هم بالفعل الشباب. جميل. بيتم كمان الإعداد يعني متطوعين من هذه المناطق بالفعل من خلال معسكرات تدريبية وورش عمل على مدار عدة أيام حتى يتم تأهيل هؤلاء الشباب بتنفيذ. طب أستاذ مدحت، يعني بيتم تأهيلهم، حابب نعرف من حضرتك لو كده رحلة في يوم متطوع، يعني إيه المهام اللي بيعملها، الأدوار اللي بيعملها، إزاي بينشر التوعية بخطورة الإدمان وخطورة الإقبال على المخدرات، يعني المتطوع رحلته بتبقى عاملة إزاي، يومه بيبقى عامل إزاي؟ خلينا أقول لحضرتك، يمكن إحنا كمان عندنا يعني بيوت تطوع لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العديد من الجامعات المصرية. احنا المتطوعين هم زي ما بقول لحضرتك هم اللي بينفذوا البرامج التوعوية المتكاملة. احنا عندنا كمان الأنشطة التوعوية بتبقى مبنية على أساليب علمية، بمعنى احنا مثلا التوعية بالنسبة للأطفال بتختلف عن الشباب، بتختلف عن الأسر. احنا بنوعي مثلا شباب، بنصحح المفاهيم المغلوطة لديهم عن المخدرات، لأن في بعض المفاهيم المغلوطة والمعتقدات الخاطئة لدى شبابنا عن المخدرات، زي ان المخدرات دي بتساعد على نسيان الهموم، عن يعني تنشيط الذاكرة وغيرها كمان من المفاهيم المغلوطة. والحقيقة اللي ما جاتش من فراغ، لان احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اللي هو 16023، بنشوف ايه ابرز الدوافع للتعاطي، بنشوف ايه اكثر انواع المخدرات انتشارا، بنشوف كمان الفئات العمرية المستهدفة، ومن ضمن ابرز الدوافع للتعاطي بنلاقي حب الاستطلاع والتجربة. صحيح. اللي مرتبطة بالمفاهيم المغلوطة اللي اشرت لحضراتكم عليها، وبالتالي شبابنا هم كمان. صحيح. اللي بيرفعوا وعي زمايلهم في سواء في الجامعات، سواء ايضا كمان هم اللي بينفذوا البرامج التوعوية في المدارس. ويمكن على مدار الفترة اللي فاتت دشنا أكبر برنامج وقائي لتوعية طلابنا في المدارس، خاصة المرحلة الإعدادية والثانوية. هذا البرنامج كان يعني أهم ما يميزه إن اللي بينفذ يعني هذا البرنامج هما الشباب اللي بيتم إعدادهم إعداد جيد، وكمان كان بيعتمد هذا البرنامج. طيب. على بس فيديوهات توعوية بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز الأضرار. أستاذ مدحت اتفضل، طبعا كمل كلام حضرتك واسف على المقاطعه، لكن بيستوقفني الحقيقه استهداف السن المبكر في المدارس. يعني اكيد انتوا عندكم بيانات لايه الفئات المستهدفه؟
بالفعل، لان زي ما بقول لحضرتك لما بتحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخلي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان بنشوف كمان ايه الفئات العمريه المستهدفه، ولما بنلاقي ان بعض يعني نسب التعاطي الحقيقه في كمان بتبقى في بعض الشباب والفئات في سن مبكر. عشان كده دشنا اكبر برنامج وقائي لتوعيه طلاب المدارس، وكان بيستهدف بالتحديد المرحله الاعداديه والثانويه. البرنامج كان بيعتمد ان هو بيبث فيديوهات توعويه، الفيديوهات بتحكي رحله التعاطي وبتبرز الاضرار سواء اذا كانت النفسيه او الصحيه اللي بيتعرض لها المتعاطي، وبالتالي بترفع الوعي خطورة تعاطي المواد المخدرة. هذا البرنامج أيضا كان أهم ما يميزه إن كمان عبارة عن يعني ورش حكي، وكمان إن بيشارك نفسه المتلقي الطلاب في تلقي معلومات التوعية، وبالتالي بنرفع وعيهم بخطورة التعاطي. طيب احنا عايزين نأكد على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بأي حد ممكن يتكلم على الخط الساخن الخاص بحضراتكم، وكمان عايزين نعرف تحديدا اللي عايز يتطوع يتجه لإيه، وهل في سنة معينة ولا لا؟ خليني أقول لحضرتك احنا بالنسبة فيما يتعلق المتطوعين بنستهدف دايما شباب الجامعات والخريجين، لان هم بيبقوا لديهم القدره على المشاركه في تنفيذ البرامج التوعويه لتوعيه زمايلهم في الجامعات، وايضا كمان الخريجين بيتم اعدادهم اعداد جيد. فيما يتعلق بالنسبه في سريه البيانات، احنا الحقيقه ان صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي بيقدم كافه الخدمات العلاجيه لاي مريض ادمان مجانا، وبناكد بسريه تامه، لان اي مريض ادمان بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 صندوق مكافحه وعلاج الادمان ما بنطلبش منه حتى البيانات الشخصيه. كل اللي بنطلبه منه هو يعني ايه ابرز المواد المخدرات اللي بيتعاطاها، فتره التعاطي ايضا، المحافظه المقيم فيها، بحيث بيتم تحويله لاقرب مركز علاجي تابع لصندوق مكافحه وعلاج الادمان قريب من محافظه. بنشكر وبالتالي حضرتك. كل الخدمات بنقدمها مجانا وفي سرية تامة. نشكر حضرتك الأستاذ مدحت وهبة المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة الإدمان.